صعيب تحاول تفهم المنطق ديال الحياه، حيت كل ما درتي افور غتلقى راسك كتدور في نفس الدوامه. بعد مرات واخا كتبغي تبعد من المشاكل كتلقاهم تابعينك. واخا تبغي تطبق ديك المقوله ديال جراهام بيل، لا تمشي ابدا على الطريق المرسوم لانه يقودك حيث ذهب الاخرون. نهار حاولت نطبق هذا المثل هذا ونمشي بجنب الطريق ونبعد على المشاكل، لقيت طريقي كلها شوك. عاد فهمت علاش المكاريب عندنا زايدين النغزه فين ما مشيتي كتلقاهم. يمكن كل واحد فيهم حاول انه يتبدل ولكن ما لقاش العوين كيقولك تبدل، ولكن لاش وعلاش؟ الا ما كانوش اقرب الناس ليك ما ادين يدي المساعده فراه نورمال براني غادي يقلص ليك، ما كان لا صحبه لا والو، كان غير مصالح. هادشي كابر معانا من الصغر، داكشي كامل اللي تعلمناه من عائلاتنا وحنا باقين صغار كنا كنطبقوه في الشوارع والازقه اللي عايشين فيها وحنا باقين براهش. كنبقاو نتنمروا على اضعف واحد فينا والخليقه فينا، اللي ودني كبار اللي جباتو خارشه. وديك الساعه كنبداو نتفنوا في الالقاب في اطار قضاء حكين وشادين ستون بدون مراعاة لذلك الطفل كيفاش غادي يكون الإحساس دياله. في المجتمعات ديالنا كاينين بزاف ديال المفاهيم مغلوطة، والغريب هو بنادم آمن بها. كتلقى الفقراء وما أكثر وحدين كيدوا على العين والتابعة والحسد والحضياء والعكس والسحر. كتبقى تسمع ديما بحال هكا وكتعتبره في حياتك بحال شي كالة، كتكبر مسالي طيح اللولة كتتكى على ديك الكالة وكترد اللوم العين والتابعة وما جا وراهما. ما قال حتى رونالدو اللي 39 عام ماركي 900 بيت ومازال عاطي عاطي، واللي متابعو اكثر من 600,000 واحد. الوعي كيلعب دور كبير وللاسف هادشي ما عندناش حنا ولاد الشعب. الناس اللي واعيين ملي كيسقط ولدهم كيشجعوه، ملي كيطيح كيدعموه باش يعاود يوقف من جديد ويعاود يحاول من جديد وكيبقاو معاه حتى كينجح. وحنا العائلة الفقيرة كيشجعو المكلخ والشمكار والكدار وكيخليو داك الدري اللي فيه الضو تحت عذر انه واعي قاد براسو، عكس داك الميكروب اللي ممكن غيجبد ليهم مشاكل وصداع ويخلي عباد الله كيدوي وزيد وزيد. داكشي علاش الهضرة بزاف ولكن السكات حسن، سمحوا لي خويت قلبي عليكم حيت وقت ما كرجع بيا زمان اللور كنتفكر هادشي، كنحق الدل بصح. حتى انا كان عندي نصيب من العائله ديالي، كنت انا اذكى واحد فيهم في الدار، كنفهم في كل شيء، ولكن والدي وعائلتي كانوا كيفكروا غير الخوتي اللي كبر مني، حباسه مجرمين ما كيزقاوش من المطايفات، ديما صداع المشاكل، وديما كانوا هما كيضربوا ليهم الف حساب. اما انا كنت مرمي في التوش، قال ما كيهمهم الطموحات ديالي وداكشي اللي باغي نديرو في المستقبل، كيفاش باغي نقرا، كيفاش باغي ندير السوايع، باغي نزيد نحسن من النيفو ديالي في القرايه ونكون شي حاجه في المستقبل. كنت باقي صغير وذكي وكنحاول نرسم الطموحات ديالي على ظهر ورقه ونامن بها ونشوف حلم ديالي، ولكن حتى واحد ما كان كيشوف هادشي. داكشي علاش مع الوقت صافي وليت كنقول يمكن انا غادي عكس التيار، ولا بقيت غادي عشيري عكس التيار. واخا تعيا من الدرع غتعيا في الاخر غادي تستسلم، وداكشي اللي وقع ليا استسلمت. تلقيت راسي غادي في الطريق اللي كانوا غادي منه خوشي مشاكل. والغريب في الامر حتى واحد ما انتبه، كلشي كان مركز مع خوشي لدرجة الوالدة بعد ذهب كامل باش تصيفط خواتي الكبير للطاليان بكونترا. يمكن ماشي حبا فيه ولا انه يصوفي راسو، اكثر ما كانت كتفكر في راسها الهضره ديال الناس والعائله والجيران، وحتى يمكن هي عيات ما تمشي على روتور العكاشه وهي هازه في يدها قفه فيها مرد وطاب من الماكله. وفعلا صيفطها شو، ولكن خواتي كان عنده راي اخر. دوزت 3 شهور تماك ورجع ريفولي وانا
واقف من بعيد وكنشوف هادشي كامل. والو محسوش بيها، والبوصله ديالهم ما دوروها لجهتي حتى صافي كان فات الفوت. خرجت من الباك ودات سونتر، وبقيت عايش حياه المعز تحت رحمه لانا بيك. الشركه اللي مشيت لها كان موش معاهم، كندير مجهودي كامل غير باش رسموني، ولكن والو غير كدو 7 شهور كمصطو لي الدم ديالي وكسيطوني للخلا وكدخلوا واحد جديد. عطى الله الحفاره، عطى الله البطاله، وبنادم شات الصف وكلشي شات في يدي السي في ديالو. ما عندك ما ديرها ولد عمي بزمنك. المهم بقيت عايش بحال هكا حتى عييت. في الاخر تخشيت واحد سيبير عرود 30 درهم في النهار، وحاليا 3 سنين وانا مخشي في داك السيبير، ودابا في عمري 25 عام حتى انا وليت كنقول لا واقيلا غتابعه ولا الحسد ولا العين هي اللي دارت بيا، واخا ما عندي التوسع. بيكالا هي الاخر كانت فراس مالي داها الخوالي القريعة باعها باش يصرفها بيرات. والو بن عمي مكان الاخوت العائلة تباها بهم، العمام يهزوا الترابو والاخوال مصوفين، الجدود خلاوها مقمحة. تشوف غام الكنية ديالي تعطيكم العربون حزقان عبد الكريم. ترى عذاب القبر هذا. المهم نرجعوا للسيبير، 3 سنين وانا خدام فيه وما كانش كنظن كاع غادي نفوت فيه سيمانه. نهار تحرقت فيه اول مره كنت حاصل غام على البراهش، كيجيو عندي كيلعبوا المزرعه السعيده كيخصني نستحمل الغوات ديالهم والضحك وكدا، كنت كنحس براسي بحال في شي رود ولا في شي مدرسه صغيره. السيبير ما كانش كيخوه من البراهش، كيجيو كيطبعوا البحوث وبزاف ديال الحوايج. داك السيبير كان عالم اخر، وانا كانت عندي واحد لابليكاسيون كنت كنحسب بها الوقت ديال اي واحد كان كيشد ساعه ولا نص ساعه، ما كنت كنعقل على حتى شي واحد. شد مد احمد كتسالي جدرام كنطفي على بنادم البيسي كسمع الله يحفظك عبد الكريم ازيدني غير شويه، اول مره غادي نكون في واجهه مع بنادم، والمهمه المستحيله اللي كنت كنلقاها وكنلقى فيها صعوبه كبيره بزاف هي ملي كان كيجي عندي شي شيباني ولا شيبانيه اولد سكول وكيحاول يقولك جبد لي شي حاجه هو براسو ما فاهم فيها والو. في الاول صراحه كنت كنتدمر من هادشي كامل اللي كنعيشو في داك السيبر، ولكن مع الوقت ولات في داك السيبر كان كله همو. كاين اللي كيجي يتعلم الدروس اللي يسمع القران، اما الاغلبيه كانوا سادين على نفسهم في عالم ازرق كيتفرجوا في هز البوطه حط البوطه. في داك السيبر درت كونتاكت بيني وبين القرايه، القرايه اللي مسافاتنيش الظروف نكملها، تلقيت راسي كنكتب عاوتاني بوحوش وسيفيات ومواضيع. النهار الاول كنت كنصور غير 30 درهم 25، من بعد وليت كنوصل حتى ل 200 درهم ديالي بوحدي من غير الارباح ديال السيبر. وحيت الملل ونهار كامل كيدوز غير هكاك غير قدام ليكرون، ما كنلقى ما يدار كنبقى نشاطي مع الدريات. والصراحه كنت مكبش الدريات والاغلبيه كنت مطيحهم بواحد الصويره كنت جابد غام من جوجل، بقيت مدوز وقتي تماكو. حتى لواحد النهار جا واحد الدري عندي باغي يطبع شي وراق، وبقيت كندوي انا وياه هضره كتجبد هضره، حتى قال لي بلي غادي يمشي للغربه وكذا، وبلي كان ديجا كيشاطي مع واحد الشيبانيه من الارجنتين تكون عندها ديك 70 عام، وبلي تزعطات فيه وبلي جات عندو المغرب وكذا، وبلي قادت لي اوراق وغادي يمشي مع الارجنتين. قال لي اختنا في الله مفيك العاقه وانت راك عارف عام عامين غتودع وانا غادي نهز التروفي. قال لي خاصك صافي تدبر على راسك. قلت لي ان شاء الله يكون خير. قادت لي المسائل ديالو والدري كان كيبان فرحان حيت غادي يدير هروب ماكر. ملي مشى الدري بقيت كندوي مع راسي توراق وجهو داير بحال الثعلب وتزعطات فيه قوريه، يكمل قور كيشوف فينا شي حاجه حنا براسنا ما كنشوفوهاش في راسنا. تلاش غادي نبقى محمق راسي مع القناه الصغيره كلمه جوج حبيبه
بصيفط ليا روشارج. ما كملش نص ساعه دورت البوصله وبقيت كنقلب على دوك لي سيت اللي فيهم شي بانيات كدا قاوريات بقالهم. درت صويرتي وبقيت كنشد السون مع القاوريات غير شي بانيات حيت البرغوشات منهم اللي قضى الغرض قضاه ولاو عاقين بكل شيء. غير كيسمعوك مغربي كيعرفوك باغي دير اديب بالاداب، غير كتقول لهم مروكو كيف لوكيوك. داكشي علاش كل مره كنت كنهز النار ديالي وكنمشي نقلب في المياه الضحله على دوك الميمات دوك الشيبانيات اللي باقي اللعب الوقت بدل ضائع. كنبقى شاد معاهم ستون وكندو معاهم في سكايب كاميرا يا ربي اسمح ليا. كنبقى نعبر لهم الاعجاب ديالي وهما اصلا ما فيهم ما يتشاف. عامين وانا كنشاطي وكنت كندوي غير مع البرتغاليات والبرازيليات والاسبانيات. في ديك الفتره نيت وليت كنطير في السبليونيه. واحد الليله كنلعب المنتخب والسيبير كنخاوي كصفار وكنت ديك لحظه انا كنشاطي حتى طلعت لي واحد المهمه تكون عندها ديك 55 عام ختنا في لابقه بياسا عايشه في مدريد. بقيت شاد ماستون كنضحك انا وياها خدمت الكاميرا ديك اللحظه هو وبقينا كندويو. والخطه ديالي هي الكاريزما حيت الراجل بلا كاريزما كيوارو اشيري. واخا تكون كتموت على الحاجه الجامي تبين اللهفه ديالك ولعبه ثقيل. وفهمني افهمني ابو راس في بلاصه ما تبقى تقول لي عافاك اسلم ما جاوبيني راه ما كتبقاش تعجبها صاحبي. المهم خليونا مع القورية ماريانا بينا بالحرام دوزات الزين. بقيت داوي معها شاد ماستون شويه. في الغرفه اللي كانت فيها هي دخلت واحد البنت ما يمكنش قايم الجمال اصلا ولا المصنع باينه التريكه كامله كيفاش غتكون. بقيت كنضحك معها وكنقول لها هاي وشي كدو معها. ديك اللحظه مشات كاريزما الخوش وليت غير كنفرنس. ختنا بقيت كندوي معها وعرفت بلي كتموت على المغرب. دوات معايا شويه ومشات كسحب لها مزعوط في جداها. بقيت داوي مع ماريانا وقالت لي مالك غير شفتي اوليفيا تبدلتي وكلامك ولا قليل. بقيت كنشوف فيها وقلت لها الصراحه خدماتني من الداخل ناضيه. بقات كضحك شيبانيه وتمتم تقول لي تشاو. مشات شيبانيه وهي دالي اكبر بلوك وما كملاش ربع ساعه جاتني انفيتاسيون من اوليفيا خيمينيس. تشو السميه كديره صراحه ما جاتش مع السميه والكنيه ديالي حزقان عبد الكريم ولكن هانيه دايزه دايزه اصلا هي غتجي مزيانه في النطق هازكان عبد الكريم. توقع المشكله عندنا في الداريشه حرش الحمار تعبوها. تم قبلت لافيتاسيون ديالها وكتبت لي اورا قالت لي جداتي قالت لي هذا الظريف وزوين كنت باقا في التقاد ديالك ما كنتش غنفلتو. سمعت هكا الخوت وانا تزادوني الكراد صراحه وانا نبدا نشوف راسي ديك لحظه في المرايا تولا شابو قوس غير الحزقه والشمس اللي رداتنا قهويين بحال الهنود. بقيت داوي معاها كنسمع القهاوي كي تهز هوليا كل ما المنتخب ماركابيتش وانا كنت تهز هوريا كل ما البنت لاحت لي شي كلمه زوينه. ختنا في الله عندها واحد الضحكه ما يمكنش واحد الشوفه واحد العينين. بقيت داوي معاها وشاد ستون وكما حس كاع الوقت كيفاش كيدوس. ختنا باقا صغيره 23 عام وكتقرا علم اثار ودابا كتوجد البحث ديالها وانا 25 عام باقي حاصل في هاد السيفير هذا تو. المهم وليت كل نهار كنمشي للسيبير كنبقى شاد ستون معاها خدام مع الناس وكندو معاها ونهار كيدوز غا كيضحك. ما كملش شهرين دزنا الواتساب ودابا داز تقريبا اكثر من عام ونص وانا كندوي معاها وليت كنموت عليها وحتى هي ولات متعلقه بيا بزاف. داك الوقت صافي قلت مع راسي صافي صوفيت وليت كنحلم بالغربه بلي غنعيش انا وياها تماك وغادي نفرخو فرق ديال الوليدات وبزاف ديال الحوايج. هادشي كامل صراحه زوين ولكن داكشي اللي غادي نعيشو من بعد الجامي كان في الحسبان. كنظن بلي خديتو نبذة صغيرة عليا على الحياة ديالو شنو كندير وكدا
وركزوا مزيان في التفاصيل اللي سمعتوها من قبل وتسناو لي شيء. زيدك لضع عيني في المكانة. لحظة ونص السيبر خاوي كيبالي في هذا الوقت هذا ما كيبقى ما يدار حيت كيبقاو يدورو غير المشاش والزرامة وبنات الليل ومصاصي الدماء. نض ديك اللحظة كنشطها في السيبر كون قاعد كراسة مزيان باش نتحرك في حالاتي. اللحظة غادي نسد الباب ويوقف عليا واحد الميكروب كان داير شيفونة في نيفو خانز بريحة سيليسيون كيتشم كارو عيني مقلوبين وهز في يديه درهم قال لي الله يحفظك كريمو طلق لي غا درهم باغي نسقي عويناتي ومشي في حالاتي. قلت لي درهم فاش باغي تسقي عويناتك فاش باغي تفرش؟ قال لي انت تما المصارعة الحرة. بقيت كنشوف فيه وندفعو من وشو. قلت لي السير رفيق بوبك الحيد من هنايا الله ينعل الكلب تابوك. وانا كنقول مالي معكس الظروف عندي مالا دنا حساباني تو غادي خصني سيمانة دابا وانا مخدم صورة البقرة. يلا نقيت السيبير هذا من الشياطين اللي كيدورو فيه. سديت السيبير ديك لحظة وداك الميكروب صغير والدنيا خاوية كيطوق من بعيد وكان وحلو غا مع الطيابة اولا على بقعات فيك. بقيت واقف كنشوف فيه تلقيت راسي كندير نظرة تأملية على هاد الحومة هادي تشوف فين تحطيت. جي عندي اوليفيا هنايا يسحابنا المغرب باقي فيه الجمال والخيام. دوز معي نهار هنايا الغد القام بلوكياني من كل شي تفو. مشيت تحرك ديك لعضة الدار ما كانش بعيد على السيبر. في الطريق وقفني واحد خونا كيبيع الديطاي تماك قال لي اخويا عبد الكريم شارجو لي هاد الامبيتر والله يحفظك. قلت لي خويا راه ساليت سديت عييت. قال لي تعامل بقيت كنشوف فيه وكملت طريقي. دخلت للدار لقيت والدة مناكرة مع واحد من خوتي كتحلف ليه والله ما عندي ولدي والله ما خزنت عليك وهو كيتخزز عليها. غير شافني ويتم خارج كيتلاوح وقال لها ولي تديرو لها بارية واخ واش انا غنقلب عليها. خرج من الدار كيهلل جات عندي الوالدة وقالت لي شوف هاد المسخوط شتي اش دار ليا. قلت لها الوالدة هادي هي الصناعة ديالكم واللي قطع هادي تعادى. كل نهار الاول تفاحة وحدة ما توصلوهاش للحبس كان غادي يعرف بقيمته وما عمره ما يفكر يرجع ليه. ولكن انتم عاطفيين كتفكروا للناس كتر ما كتفكروا لراسكم. دابا بدا بالغوات المرة الجاية غيبدا يهرس ويدقدق وانا راه كيف ما كان الحال خويا ما نقدرش نهز فيه يديا. انا وليت مخنوق على الوالدة مخنوق من هاد البيئة هادي نفس الكمامر كنشوفهم صداع في السيبير صداع هنا صافي مليت الوليدة مليت ما كراش نمشي نقطع البحر دايما هيا. بقات كتشوف لي وقالت لي طفروا تخوك. قلت لها شتي المشكل ديالكم كتقارنوا الحاجه اللي ما كتقارنش وكتعاونوا الفاشل حتى كيولي منيس منه. دوك الفلوس الوالده صيفطت بهم خويا كون عطيتهم لي درتهم مشروع كون راني حولتكم لهاد البنيقة اللي عايشين فيها. صافي نساي الوالدة. نتوما أصلا كتفكروا بحال هكا وكتآمنوا بهاد الفكر ديالكم وهاد الحوار بيني وبينك ما غيبدل والو ادعي معايا وصافي. مشيت ديك اللحظة للكوان ديالي واحد السداري فيه ميترونس جبت فيه وبقيت داوي مع أوليفيا. كانت باقا سهرانة كتوجد البهد ديالها اللخر ولي مباشرة بيغا تاخد الإجازة ديالها. غير كملت معاه صوان علي الدري شيري قال لي فين هاني صافا. قلت لي الله يحفظك. قال لي اسمع كاينة واحد الرحلة فواياج أورغانيزي 200 درهم لواحد فيها 3 أيام في إموزار إفران وأزرو شبالك تحرك معانا. بقيت ساكت وقلت ليه
والله ما عرفت. قلت تعالى صاحبي بدل الجو شويه صاحبي، انت غولتي في داك السيبر. قلت صافي واخا انا غادي نرد عليك في الصباح. داز ديك الليله في الصباح دويت مع مو السيبر وقلت غادي نمشي نبدل شويه الجو كدا راني تخنقت. قال لي صافي سير ارتاح شويه. تمت معيط للدري عشيري وكونفيرميت معاه. قال لي صافي غادي نقيس سميتك نهار السبت غنتحركو في الصباح. وداك الشيء اللي وقع نهار السبت فقت مع 8 ديال الصباح، جا عندي الدري عشيري من تماك ومشينا كنتسناو ترونسبور. من بعد جا ترونسبور وتحركنا من تماك. بقى غادي بينا كيعمر حتى دار بوم دريات ودراري ويشط الطريق ديك اللحظة. عالم خور، كلشي كيغني كلشي كيشطح كلشي كيصفق. وانا شاد الكوان ديالي بحال ديت وجبت في الايام. وصلنا لإيموزار دوزنا في هذاك النهار. كازا بحال فيها شي لعنة غير كتفوتها عاد كتعرف على الأكسجين. دوزنا ليلة تماك وفي الصباح تحركنا الإفران. خلقنا تما وضحكنا صراحة، خدينا تصورات وفي الصباح شدينا الطريق الأزرو مشينا للغابة وضحكنا مع القرودة. من بعد مشينا للسوق. من بعد الشيفور قال لنا غادي نديكم لواحد السبيطار مهجور والناس ديال المنطقة ديالو كيقولوا باللي راه مسكون. وفعلا تحركنا لك السبيطار حيت تحمسنا من التعاويذ اللي كان كيقول. غير وصلنا تماك الهيبة في داك السبيطار ميمكنش قداش. ديك اللحظة صورتو لأوليفيا وعاودت لها باختصار القصة ديالو. أوليفيا عجبها السبيطار بزاف لدرجة بقات كطلب مني نصور لها بزاف ديال الحوايج عليه وكدا. وبقيت غادي وكنصور لها كاع التفاصيل. ما كانش بإمكان ندخل داخل، حاولت ندخل ولكن العساس تماك كان مانع على أي واحد أنه يدخل. وعاد زيد كانوا مدورينو بالكرياش. دوزنا تماك وقت زوين صراحة. من بعد تحركنا لواحد الطبيعة ما كانش بعيد على السبيطار. كنت زعينك من الفوق كيبان لك السبيطار من بعيد الفوق. ديك العطا شي فور قالينا غادي ندوزو الليلة هنايا في بن سميم وفي الصباح إن شاء الله غنتحركو في حالاتنا. الأغلبية صراحة تزراو من هاد الفكرة هادي حيت داك الكوان اللي كنا فيه ما كانش بعيد بزاف على السبيطار. درنا لي طون تماكو شعلنا العافية والمزيكا وبقينا خارقين صراحة. ديك العطا كنت أنا متكي كندوي مع أوليفيا وقالت لي أوليفيا صراحة السبيطار هذا والمنطقة اللي كان فيها وكدا قررت ندير البحث ديالي عليه. هو ما بقاش عندي الوقت ولكن غادي نحاول ندير البحث ديالي عليه. هو عافاك الا قدرت يا عبد الكريم تصوروا لي من الداخل مزيان ولا قدرتي تصور لي اي حاجه من موسى تماك كتاكد القدوميه ديالو. قلت ليها صراحه خساره غدا غادي نتحركوا وبكريم الفوق. ديك اللحظه حسيت بها بحال جات خيبه امل. قلت لها اصلا الصباح كيكون الاساس وراه مانع شي واحد يدخل تماك سينو الا بغيتي ندخل دابا راه نمشي نصور لك بالليل ماشي مشكل. بغيت ندير فيها الجنتلمان وجبتها في راسي. كنت كنتسنى منها تقولي لا حبيبه ماشي مشكل. ساعه صيفطات لي قلوبه وقالت لي شكرا بزاف عمرني نسالك هذا الخير هذا كنبغيك بزاف. سمعت كنبغيك وانا نتحمس. اللحظه اللي وقفت عاد سرات معايا الجملة اللي كان قالها السيد اللي مكلف بالرحلة بلي السبيطار مسكون مشكلة هذي. بقيت متردد ديك العضا شنو غادي ندير حتى دويت مع الدري عشيري وكلي سماني مزيان. غادي نمشي نضرب دويرة تما كندوي مع الدرية اللي سول عليا شي واحد قولي بلي راه كاين غا هنايا. بقى كيشوف فيا وقال لي المهم البنات راني حاسبهم. الله يهديك صاحبي. مشيت كملت طريقي غادي والظلام. غير قرات من ديك الزنقه اللي كدي مباشره للسبيطار ما يمكنش. واحد الرعب حسيت به في شكال قلبي بدا كيضرب بالجهد ديك اللحظه. واول حاجه انتبهت ليها هي العساس ما كاينش. نقصت ديك العظام الكرياج وتميت غادي كنقلب منين غادي ندخل داخل. تلقيت واحد الباب
وتمتم درت ابل فيديو مع اوليفيا. قلت لها كميه الرعب هنايا راه ما يمكنش. بقات خطنا في لاساده في امها مصدومه وكنحس بها خايفه اكثر مني. ديك اللحظه الباب كانوا سادينو بالعواد من الداخل، عواد مهرسين. بقيت كنحاول ندفع فيهم حتى بانت واحد الفجوه ودخلت منها. رديت العواد كيف ما كانوا باش حتى الى جا الحساس يعرف بلي ماشي انا اللي دخلت. بقيت غادي دير ابل فيديو وكان ورايا كاع البيوت وكاع الدراسات اللي كاينين تماك يا السبيطار كامل. اوليفيا كانت محمسه بزاف وبقيت غادي وكان ورا اي حاجه كنلقاها تماك، اي حاجه لقيتها في الارض ورا قدام فيهم تاريخ قديم. ونهار كان باقي السبيطار خدام. بقيت غادي حتى وصلت قدام واحد الغرفه كان الكولوار ديالها مغبر بزاف واضح باللي قليل كيوصل هنايا. تميت غادي ديك لاضي حاد راسي حتى وقف قدام باب ديال ديك الغرفه وكان الباب مسدود بالحديد وكان شرجه مصغير من الفوق توا كان مسدود فيه الزاج. قالت لي اوليفيا ما كراش شي حاجه تكون من موسى بحال شي دوايات براوات شي حاجه قديمه بزاف شي حاجه بحال هكا. الا لقيت شي معفاك صورهم ليا. قلت صافي واخا. قطعت مع ديك الهضره لابيل وبقيت كنصور لها بالفيديو حتى لقيت راسي عاوتاني راجع قدام ديك الغرفه اللي كانت فوق منها واحد العلامه ديال الخطر. بقيت كنحاول ندفع الباب ولكن كان مسدود. ما عرفتش شنو قال لي راسي هزيت واحد الحجره ورز داك الشرشم حيت منو الزاج ديك الهضره وطلعت نقصت. بقيت كنطل من بعيد كان داخل الظلام كيبان والو بصعوبه حتى دخلت لداخل حيت كان الشرشم صغير ما كبيرش بزاف. هبطت لتحت ديك الهضره بقيت كنضوي بالتليفون كانوا بزاف ديال الكراطن وكان واضح بلي هاد الغرفه هادي كانت مختبر قديم بزاف حيت الماتريال كان باقي تما وكان مصدي. لقيت بزاف ديال الدوايات وقرايه صغار وبراوات. كنت عارف بلي اوليفيا غيعجبها هادشي. بقيت كنصور لها داكشي والقرايه و ديك اللحظه وانا نسمع واش كدير تما. قفزت ديك اللحظه وتسمرت في بلاصتي بالخلعه وقلت مع راسي هاللي ما بغيناش هاللي ما بغيناش. بسم الله الرحمن الرحيم. واش كاين شي واحد هنايا؟ ايه واش كاين شي واحد هنايا؟ ملي ما سمعت والو بقيت كنقول مع راسي يمكن غير جاب لي الله. ديك اللحظه وانا نسمع راه باين غادي يكون انت جاي دير هنايا ها. سمعت هكا صافي دارت بيا الدنيا. مشيت كنجري بلاه في هذيك اللحظه باغي ننقز من الشر جمع وانا فقدت التوازن. طاحت ديك اللحظه في الكراطن وبقيت مكالي بيدي تحسيت بلي شي حاجه دكاتني في يدي. بقيت كنتالم ديك اللحظه وكنحك في البلاصه اللي دكاتني فيها شي حاجه. تخلعت ديك اللحظه لا تكون شي عقرب ولا شي حاجه بحال هكا. هزيت التليفون بقيت كنقلب تماك ويش بلي واحد كارطونه كانت خارجه من الراس ديال البرا. حليت هذيك العضو وكانت فيها واحد برانيت. برا كانت فيها واحد مادة حمراء مايلة الكحولية وكانت لاصقة فيها واحد لصقة صغيرة مكتوبة فيها وورف فيروس يعني فيروس الديب. ديك اللحظة سمعتها غاد خرج ولا غادي نخرجك من الدنيا ها يلا خرج. نقص ديك اللحظة من تماك من الشرشم ومشيت كنجري مخلوع. غادي كنجري وقلبي كيضرب بالشهد. اللحظة اللي وصلت الباب اللي دخلت منه في البداية لقيت ديك الفجوة محلولة. ويلي ياك انا سديت الباب شنو زعما يكون الحساس هو اللي كان شاد بيا السول داخل. خرجت ديك اللحظة من الباب ولقيت واحد خونا كيشوف فيا وكيتفرقع بالضحك. قال لي ترى غير شديت فيك عشيري سمعك حماقيتي ولا مالك. يلا نتحركوا حتى انت جاتك نفس الفكره تدخل لهنايا لا السبيطار هذا. يلا نتحركوا قبل ما يقلبوا علينا. انت صاحبي شد ضحك الباس هذا فين كتعرف الحمار تاع بويا فين باش تضحك معايا بحال هكا. قال لي خويا تهدنا صاحبي غير ضحكت معاك.
ديك لحظه سمعنا من بعيد اي اش كديروا تما؟ درت لقيتو الحساس مشى الدري كيجري، بغيت نتبعو ديك لحظه وحسيت بقلبي بحال وقف وعاود رجع يخدم. بصعوبة تحيت من تماك، وصلت فين كاينين الدراري. جا عندي عشيري وشاف الدري الاخر جمعايا، قالي كريمو ياك ما قلت مراد جمع الكر وش هذا ضحكة صاحبي؟ قالي مالك في عينيك حمرين بزاف؟ قلت والو فيها الناس. جلست ديك لحظة بلاصي وبديت كنحس بالدوخة، وجاني ديك لحظة الوسواس ياك ما ياك ما هادشي اللي كنحس بيه دابا بسبب ديك البرا. داكشي علاش وقع لي بحال هكا؟ عندك يكون بصح داك فيروس توشاني، شنو غادي ندير؟ كانت فيه الدوخة بزاف. صيفط لأوليفيا تصاور وفيديوهات ديال كلشي، وبقيت متكي في بلاصي مقادرش ندوي. كنت كنحس ماشي نورمال صراحة، وحنا المشكل غير في الخلاء والقيفار. دازت ديك الليلة في صباع فيقنا على النبوري خونا اللي مكلف بالرحلة، عينيه كانوا حمرين بحال الدم. دخلني شك الصراحة، عندك نكون شير تماك ولا بسبب ديك البرا اللي دقاتني يكون صابني الفيروس. ركبنا ديك لعطف طوموبيل داونا الإفران لواحد كافي، حطوا الفطور كل شي كيقصي إلا أنا غير كنشوف التفصيل بحال عفت داك الشي اللي كانوا حاطين ليا. الدرع الشي اللي قال لي عبد الكريم مالك صاحبي؟ كتي والو ما عندي الشهية وصافي. بقيت كندوي مع أوليفيا، قالت لي شنو داك الصوت اللي تسمع وانت طحتي من وراه مباشرة؟ واش توعدتي بزاف عجبتي ليا كش قلب في يديك؟ قلت لها لا والو، غير واحد خونا ضحك معايا ضحك باسل وانا فقدت التوازن ديالي وطحت. قلت لها ما تخافيش ما عندي والو. قالت لي شكرا بزاف، انا متاكده بلي غادي ننجح بهذا الموضوع هذا، حيت هو مختلف على كاع الناس اللي غادي يحطوا البحوث ديالهم. ديك اللحظه شدينا الطريق الكاسة، وصلونا حتى للدرب، تفارقت انا والدري عشيري مشيت انا للدار. غير طلعت في الدروس شافني الوالده، قالت لي مالك؟ قلت لها مالي؟ قالت لي وجهك مخطوف عينيك حمرين، واش كنتي مسافر ولا مشدود؟ قلت لها شكونتي؟ قلت يا ويلي كيف شكون انا؟ بقيت ساعي 20 ثانية. قلت الوالدة لا والو غير عيان شوية، غير عيان شوية وصافي مديش عليها مع الصفار والطريق، واصلا كانت تما الناموس كما كنت كنعس مزيان. مشيت ديك العطا دخلت للدوش نيشان، بديت حوايجي وبقيت كنشوف ديك البلاصة فين دقاتني ديك البرا، كان زرقا بزاف والزروقية كانت غادا مع العروق، كانت كتبان بحال شي وشمة. دوشت ديك العضا ولبست التريكو ديالكم باش واحد ما يشوفها ويبقى يقول لي شنو داك الشيء كدا. خرجت ديك العضا من الدوش مشيت للسيبر نيشان، كنت باغي نضيع الخدمة هادي، كانت هي راس مالي. بديت الخدمة وغير بداو كيجيو الناس بشارة اللي كيسول اللي كيطلب، بديت كنحس براسي بحال وليت مكلخ، بحال اول مره غادي نجلس قدام داك البيسي. وعاد زيد وليت معصب وما عنديش الخاطر. داز داك النهار بصعوبه كبيره، كنت حاس بلي كل ما داز الوقت داكشي اللي كنت كنحسو في الاول كيبقى غادي وكيتزاد. الشقيقه والدوخه تم بديت كنفكر نشوف الطبيب، ومن غير هادشي داكشي كنحس بيه حتى الشهيه ما كانتش عندي والو. سديت سيبير مع العشرة ورجعت للدار، دخلت الكوزينة ديك لحظة شربت الماء وتمتم بديت كنشم شي حاجة أثيراتني بزاف. قربت ديك لحظة من جاية ديك الريحة وأنا نلقى اللحم فوق البوطاجي باقي ملوي في ديك الكاغيط ديالو اللي كيبيعو الكزار. اللحم كان باقي بالدم ديالو، قرات من حداه بقيت كنشم، تلقيت راسي كنحس داك الدم اللي كان قاطر منه وكنت مسمتع به.
شويه لقيت راسي حليت داك الكاغيط وبقيت كنغزز في داك اللحم. غسمعت الوالده جايه عاد وعيت تم ساعد ديك لاضه فمي ودات راسي كندير شي حاجه اخرى والحمد لله الوالده ما داتش ما جاوتش خرجت قطعت واحد الطرف ديال اللحم مقاد باش ما يديو ما يجيبو وخرجت من تماك مشيت ديك لحظه نيشان الطواريط وبديت كنغزز فيه بلافه كبيره بزاف حيت كان فيه المود ديال الشوه ملي كملتو بقيت مصدوم في راسي شنو واقع ليا بقيت كنشوف ديك لحظه في راسي وكنشوف دفاري شنو واقع ليا بالضبط حتى لقيت راسي كنبكي داز ديك الليله في الصباح مشيت عند واحد الطبيب عام بقيت شاد نوبتي تماك وكانت حدايا واحد المراه كانت جالسه وحده بنتها صغيره تكون عندها 10 سنين ديك البنيته كانت مضروبه في يديها وكانت دايره الفاصمه وكانت باينه الجرحه جديده كنت قاعده نشم ريحه الدم حتى لقيت راسي سارح بخيالي كنت خايل شاده من يديها وكنغزز فيها ديك العاده جات نوب شمها جراتها وتمت غادة بها وهي كتخنزر فيها حيت صراحه ملي جلست ما حيتش عيني عليها بقيت ديك العاده جالس بلاصتي كنسنى نوبتي ما كملاش نص ساعه خرجت المراه وخرج وراها الطبيب بقى كيشوف فيا من بعيد يمكن اختنا في الله عاودت ليه باللي ما حيتش عيني على بنتها ويمكن فهمها عاوشه دخلت ديك العاده عنده جلست قال لي نعم ولدي شنو عندك قلت لي دكتور كنحس بحال عندي تسمم قام استغرب وقال لي كيفاش عندك تسمم شربتي شي حاجه كليتي شي حاجه شنو هما الاعراض ديالك قلت لا ما شربت ما كليت دقاتني واحد البرامج مكشوف فيها فيروس الديب بقى كيشوف فيا وقال لي جامي سمعت بهذا الفيروس قلت لي دكتور واش غادي نبقاو شادين الحشيش شدني شقيق قلبي ما بقاش قادر يضرب مزيان كيضرب بواحد الطريقه كيسخفني ولا كيعجبني الدم واللحم خضر وليت كنموت عليهم طبيب ديك اللحظه بقى كيشوف فيا ما فهم والو ومصدوم ناض قرب من حدايا ودار السناطات في صدري وقال لي بصح النبضات ديالك مختلفين ولدي واش كتحس براسك مزيان حيت كنظن بلي راك غلطتي يمكن كان خاصك تمشي عند طبيب نفساني قلت لا لا محمق ما والو انا عارف شنو كنقول عاوني عافاك قال لي ولدي دابا حاليا ما نقدر ندير والو كاسك دير لي التحليل ديال الدم وديك الساعه جيبو ليا قلت لي واخا خرجت من تماك وغرفت الباب ريوقي بداو كينسلو وقنوفتي التحتانيه مرخيه مشيت نيشان عند واحد لابوراتوار دار التحاليل من بعد رجعت للدار الوالدة كانت مسكينة في الكوزينة قربت قلعة دم حداوك للوالدة كان حشوة هذاك دارت بقات كتشوف فيا وكتبكي حيت أول مرة غتشوفني بحال هكا قلت لي مالك قلت لي ما عرفتش مشيت قلعة تخفيت بلاصتي مسكينة الوالدة بقات كتبكي ما خلات ما دارت ليا كانت شاداني تبوريشة شرباتني المخينزة لويزة والو داكشي اللي كان فيه هو اللي فيه بالعكس كان غادي وكيتزاد حتى شرباتني واحد فاني داكات كارمي ديك الساعة ارتحيت بها ونهاست من اللي حليت عينيا من بعد سمعت والدي كيدو ماشي واحد قالت لي الوالدة راه كان مسافر من اللي جو هو هكا وراني عيطت للدري صاحبو اللي مشى معاه وقال لي خالتي راه بتنا في واحد الخلاء قريب من واحد السبيطار مشهور وداك السبيطار كيقولوا بلي مسكون انا خايف غير اللي يكون تشير قبل ما نوض من بلاصتي ديك الهضره دخل هاد الراجل اللي كانوا كيدوه معاه وعرفتو
واحد الراقي كيسكن حتى انا قرب نحدايا وقال لي ولدي عبد الكريم لاباس شويه قلت براسي اه قال لي ما ديرش بالك ولدي راه كل شيء ممكن والمؤمن مصاب غادي نباشر معاك العلاج وان شاء الله غادي يكون خير نطلب منك ترتاح باش نباشر العمل ديالي بقيت جالس ديك لحظه وكنشوف فيه ومركز ليه في عنقه العروقه كانوا كيبانو خارجين اكيد تحت منهم غادي يكون دم سخون بزاف قرب نحدي وجهه كان قريب من وجهي بزاف وبقيت كنشوف ليه في عنقه وكنشم ديك اللحظه وانا تلاحى ليه بعض الضف عنقه لدرجه الوالده غوتات مسكينه وقفزات من بلاصه وبسبب الغوشه ديالها طلقت منه بقى واقف وشد في عنقه ديك اللحظه الوالد قال ليها سي ابراهيم واش لاباس قال لي الحمد لله قال لي مالو قال لي صراحه ما عرفش ولكن هادشي جامي عشتو الا سمعتو خليوني معاه عاود قرب من حدايا ديك اللحظه وبدا كيدوي معايا بحال ما كانش كيتناقش معايا انايا كان كيتناقش مع الجن شويه دار يديه في راسي وبدا كيقرا في القران جميع الايات اللي كانوا وضو الشياط في الجنون والو محركوا فيا والو لدرجه تخونا في الله ولا كيقترب العرق وانا غير كنشوف فيه فالاخر استسلم وخرج سمعتو كيقول لهم بلي هاد الحاله اللي فيها انا صعيبه بزاف وبلي جامي شافها وبلي غادي يطبق معايا اسلوب اخر وقال لهم الاحسن جيبوه لي للدار ديالي داز داك النهار اضطريت ناكل بزز مني داك الشركة حطوهما باش ما يديو ما يجيبو في الليل خرجت من الدار يضربني شوية البرد بقيت غادي وكنفكر في داك الشي كامل اللي وقع تماك وكنشوف الفيديو اللي كنت صيفطو لأوليفيا داك الوقت عيطات لي هي نيت أبيت فيديو جاوبتها ولقيتها ما كتضحكش على غير العادة قلت لها مالك قالت لي شوف انت ما بقيتش كدوي معايا كتجاوبنيش على الميساجات ديالي قلت لها غير عيان شويه وصافي بقيت كندوي انا وياها وملي كنت راجع للدار كانت اوفاس معايا صاروفه ديال الكلاب كانوا مجوقين قدام واحد الطارو ديال الزبل بزاف اللي دازو محداهم بيكالات ماطر ما كانوا كينبحوا حتى شي واحد غير شافوني انا بداو كينبحوا بالجهد دات راسي ما على باليش وكملت طريقي هما يتمو قاصديني وكنبحو بالجهد ديك اللحظه قلت اوليفيا قطعي لحظه قطعاتها عطيتها لدراتك بقيت غادي كنجري وهما تابعيني لعيت بزاف قصت واحد الحجره هزيتها وحاولت نزريهم بها وضاروا بيا كاملين كنبحو في دقه واحده ديك اللحظه ضربت بالحجره في الارض باش نزريهم ولكن والو ما تزرعوش ديك اللحظه ما لقيتش ما ندير وبديت كنغوش باعلى صوت كنغوش بالجهد ديك اللحظه كاملين داروا واحد الصوت ومشاو بعدو رجعت للدار وانا مصدوم دازت ديك الليله في الصباح خرجت من الدار ومشيت نيشان جبت تحاليل كنت باغي نحيد الشك بلي راه ما فيا والو مشيت عند الطبيب غير دخلت عندو بحال داك الجو بقى كيشوف فيه وكيقرا فيه شويه ويشد في راسو قرب من حدايا وقال لي اه واش كتحس نورمال قلت لي اه علاش ياك لاباس دكتور قال لي انت راك معجزه كيفاش واقف دابا كيخصك دابا تنعس في غيانيماسيو قلت لي علاش مالي شنو عندي يا دكتور قال لي انا ما فهمش كيفاش انت باقي حي وقف ديك العضه وقلت ليه صاحبي واش من نيتك ولا كتضحك عليا راه ما كنحس بوالو انا كنحس بلي انا بخير تميت غادي وقال لي خويا هادشي راه خطر عليك الا بقيتي بحال هكا غتموت صاحبي خرج من الباب وقام متسوق ليه وتميت غادي هابط في الدروش وكندوي مع راسي لا ما عندي والو
انا صحيح ما عندي والو، كيفاش غنموت تميت؟ غادي وقلبي كيضرب بالجهد والدنيا كتدور بيا، وانا غادي في الشارع دس من حدا واحد الجزار. ديك اللحظه ضربات فيا الريحه ديال السفوري ديال اللحم، وتمتم وقفت، بقيت كنشم في ديك الريحه. يلا غادي نمد فمي لواحد الكتف ديال العجل اللي كان معلق تماك، بدا كيغوت عليا الجزار. ايه اش كدير؟ بقيت كنشوف في ديك اللحظه، صرت الريق وكملت طريقي غادي وكنهش. خديت ديك اللحظه واحد الطاكسي، ركبت وانا كنترعد وكنتفكر الطبيب قال لي غادي نموت. شي فور كيسولني مالي وانا عالم بيا غالله، بصعوبة حتى قلت لي السيكتور ديالنا غير وصلني ليها. نزلت ديك اللحظه بقيت كنقلب جيبي باش نخلصو، وانا نطيح على وقفتي بحال كنحلم. ملي وعيت لقيت راسي في السبيطار وعيني راكدين، وصوت البكاء ديال الوالدة والواليد والعائلة كاملة تماك في ديك الغرفة، وعمتي شادة ليا صبعي كتقول لي شهد. عشت واحد هلوسة ما يمكنش، أو صافي غنموت، صافي هادي النهاية، هاكا كيكون الإحساس. المشكل ما كانش قادر كاع نتحكم في الجسد ديالي، الوعي ديالي خدام لكن والو، بحال ما كنتحكمش في الجسد ديالي. في داك الوقت هما كيديروا فيا ما بغاو. خرجوني من ديك الغرفه وتم غادي بيا. قبل ما غادي نفوت الباب ديال السبيطار سمعت واحد الفرمليه قالتها لصاحبتها، مسكين باقي صغير ولا مزيناتو. الطبيب قال لهم صافي غير ديوه، الوظائف ديالو كاملين كيموتوا وحده ورا وحده. داوني للدار ديك اللحظه دخلت في ديك الاجواء ديال الموت، كلشي كيبكي والغوات، اللي كيبغيني واللي ما كيبغينيش، كلشي كيجي عندي وكيتوادع معايا، وانا كنشوف هادشي كامل قدام عيني وما قادرش نتحرك، ما قادرش نغوش بأعلى صوت ونقول لهم بلي انا باقي حي وبلي كاع ما غنموت كاع. كنحس بلي انا بخير. ديك اللحظه ما عرفتش كنت فضو، وليت كنشوف غير الظلام. ملي وعيت حليت عينيا من جديد ديك اللحظه وبقيت كنشوف غد بابا، عاد فهمت بلي كاين شي تشوب فوق راسي. ديك اللحظه هزيت يدي حيدتو ولقيتو كفن. نض ديك اللحظه جلست ولقيت العيالات كلهم في الصالون كيبكيو. ديك اللحظه كانوا كيشوفو فيا في دقه واحده جوج ثواني، هما يعطيو اللغوات كلهم علقوا شي كنقص فوق شي. الوالدة مسكينة شافتني فايق غيبات، ناضت ديك اللحظة البلبالة مات وهي بكاملة في 5 دقايق الزنقة ديالنا تبلبلات بالبشر. جا الطبيب ديك اللحظة لي كونفيرم الموت ديالي، قلبني وقال لي هادشي راه عادي، القلب ديالو سكت ودابا الحمد لله راه رجع خدم ودابا صحتو راها مزيانة. دوزت نهار كامل وانا في الدار، ملي بغيت نتحرك مشيت للكوزينه لقيت كوب ديال الدجاج في الارض والفوق فوق البوطاجي، عرفت يمكن شراو على قبل العشاء ديالي. تحنيت ديك لعضه الدجاجه وبديت كنقصي فيها، درت ديك لعضه شافتني الوالده كنقصي في ديك الدجاجه ويطلق الطبسي اللي كان في يديها كما سوقت لها كاع. قربات من حدايا وقالت لي مالك؟ قلت لها مالي الوالده كناكل ياك هاد عشايا، اللهم في انا ولا في العزايه. خرجت من تماك ومشيت نيشان طواليت، بقيت ديك اللحظه كنشوف وجهي في المرايا، حسيت ديك اللحظه بحال شي حاجه تبدلات فيا، بحال شفاري بداو كيطوالو، النياب ديالي بداو كيخرجوا شويه، وبقيت كنشوف ضفاري اللي اللون ديالهم بحال بدا كيتبدل. اش واقع ليا؟ شقيقه مشات ومبقاش كيضرني راسي، واش قلبي بدا كنحس بيه ولا منتظم في النبضات ديالو، واش في الشخصيه ديالي بحال ما بقيتش قادر نتحكم في الرغبات ديالي. اكبر دليل هو كنت دجاج قدام الوالده وكما سوقت لها، خاصني نعرف شنو عندي بالضبط باش نعرف كيفاش نتعامل مع راسي،
حيت مادا ما بقيتش قادر نتحكم في الرغبات ديالي اللي هما الدم واللحم. الا بقيت بحال هكا شنو غادي يكون رد الفعل ديالي الا ما لقيتهمش متوفرين؟ ولا لقيت قدامي شي انسان عادي نورمال ما غنعطلوش؟ والبلا اللي وقع ليا من راقي اكبر دليل. وحشة ديك البنت الصغيرة عند الطبيب، الصراحة هادشي مكيبشرش بالخير. خرجت ديك العظام الطواليط وتزاطحت نيشا مع الوالدة، قالت يا ولدي مالك انا خايف عليك بزاف. قلت لها الوالدة خلي غا الثلاجة مستوكية باللحم والدجاج وكل شي غيكون مزيان. بقات كتشوف فيا وما فهمهاش والو وبدات كتبكي. قالت يا ولدي فين عمرك كنتي كدوي معايا بحال هكا؟ شنو تبدل؟ مصدقت بلي ربي عطاني فرصة معاك اخرى، فين نزيد نتقرب ليك ونشبع منك وانت كدير بحال هكا؟ بقيت كنشوف فيها ديك اللحظة. حاولت صراحة نتأثر ولكن والو. قلت لها سمح لي الوالدة ما قصدتش. مشيت ديك اللحظة نيشا للصالون، لقيت الوالد شاد التلفازة كيتفرج في ناسيونال جيوغرافيك سيرينغيتي. بقيت حالف امي في التلفازة واللحظة اللي شفت السبع وشاد واحد الغزالة كيعض فيها والدم كيقطر. بديت ديك اللحظة كندور في لساني. ديك اللحظة درت عند الوالد لقيتو كيشوف فيا ومستغرب. ناط في التلفازة ومشى في حالاتو وسمعتو كيدوي مع الوالدة اللي لقاها كتبكي. قال لها مالك؟ وعاودت لي شنو وقع. قال لها ما فهمت والو، والله ما فهمت والو في هاد الدري. ديك اللحظة صيفطات لي اوليفيا ميساج، قالت لي نتمنى تكون بخير، انا متفاهمة بلي ما بقيتيش باغي تدوي معايا وما بقيتيش باغي حتى تشوفني. بقيت كنقرا في الاوديو حتى غمت عيني ومشيت. في الصباح جات فيقاتني الوالدة، قالت لي مصطفى مو السيبير جاك يسول فيك. قلت لي مصطفى السيبير؟ قلت لي واش جاك الزهايمر ولا مالك؟ ديك اللحظة تفكرتو. نضت مشيت غسلت وجهي وبات عندو، سلم عليا وقال لي على سلامتك ولدي عبد الكريم، كتابك الله عمر جديد. صراحة السيبير بلا بك راه مكيسوى والو، كتمنى الأمور ديالك تكون بخير وترجع بالسلامة. قلت ان شاء الله بمصطفى يكون خير. طلعت للدار وفيا المود ديال الشوع، مشيت للكوزينه كنقلب على الدجاج ما لقيتوش، حليت الثلاجه كنقلب والو. ديك اللحظه قالت لي الوالده اش كتقلب؟ قلت لها الدجاج لحم دم اي حاجه. قالت لي راه باباك داهم باع من مول الدجاج. بقيت واقف ديك اللحظه وكنشوف فيها وكنهش. تميت غادي قاصده وقالت لي عبد الكريم عبد الكريم والو، كنت مصمك. ديك اللحظه مشات كتجري الكونجيلاتور، جبدات واحد الطرف ديال اللحم واللحظه غادي نقيسها حطاتو ليا فوشي. اللحظه اللي شميتو خديتو من عندو بقيت كنغزز فيه قدامه، كنغزز فيه وهي كتبكي. ديك اللحظه مشات كتجري هربانه. كنت عارف بلي كل ما داز الوقت واحد النسبة في دماغي اللي مسؤولة على الإدراك غتمشي، ونهار غتمشي غتولي عيني ظلام ما غنبقى نعقل على تشي واحد. مشيت ديك اللحظة خرجت من الدار وتميت غادي قاصد داك الطبيب. وانا غادي في طريق السمح ده واحد السوق وقفت قدام مول الدجاج وبقيت كنشوف كيف داك الدجاج كان معلق تماك. وتقديت من عندو دجاجة حية، درتها في واحد الخنشة ومشيت نيشا عند داك الطبيب. بقيت جالس تما كنتسنى نوبتي. لحظة اللي جا الوقت ودخلت عندو، شافني ديك اللحظة واقف على رجلي وهو يتصدم. قالي ما يمكنش، واش هذا انت؟ واش هذا انت ولا خوك؟ قلتلي انا عفاك دكتور، محتاج المساعدة ديالك. دقات فيا برب الغلط وكنحس بلي وليت بحال مصاصي الدماء، كيعجبني اللحم خضر والدم. عافاك
بقى كيشوف فيا ومستغرب. قلت ليه ما تقشيش بيئه كيصحاب ليك فروحت ولا كنخرف كندوي بصح دكتور. ديك العطا جبت دجاجه طيرت لها راسها وبقيت كنشرب داك الدم ديالها حتى ولا وجهي كله دمائات. ديك العطا بقيت كنشوف فيه قال لي تهدن تهدن البرا فين دكاتك عاود لي شنو وقع بالتفصيل. وقال لي اسمعني مزيان خاصك ضروري تجيبها واش انت عارف فين كاينه. قلت لي براسي اه. قال لي جيبها وما تضيعش الوقت. خرج من تماك وانا شاد دجاجه في يدي والنصف وجهي كله دمايات غادي وعباد الله مصدومين فيها. مسحت وجهي ومشيت نيشان للدار بقيت كنقلب تما على الفلوس حتى لقيتهم هزيتهم ديك العظام مشيت نيشان للمحطه. اللحظه اللي جا الكار اللي غادي يدي الافران طلعت جلست بلاصتي وجلست حدايا واحد الميمه مره كتحنزص فيا وكتبتسم حيت ملي جلست وانا كنشوف لها فانق وهي عاجبه الحال كيسحاب لها تزعط فيها وانا عالم بيا غلاه كنحاول نتحكم في راسي ما نتلاحش عليها. بعد وحده ما نطلق حتى نشبع دم بقيت كنحاول نصبر راسي وكنشوف جيت شرجم. اللحظه اللي تحرك الكار ما كاملاش تقريبا واحد ربع ساعه جات عينيها او تاني في عينيها هو يبان لي الدم نازل من نيفه يمكن رافات. بقيت غير كنقرب ليها وهي كتشوف فيا ومزنقه كنقرب ليها وانا حالف امي يا جماعه معايا بصرفيق فيقات ديك النسبه اللي كانت باقا عندي ديال الادراك في دماغي تلقيت راسي وسط ديك الكار وعباد الله كلهم كيتفرقوا عليا انا موسخ ما مأدبش حمار كيدار شبعوا فيا سبان. مشات ختنا في الله من حدايا وجا حدايا واحد الموسطاج موسطاجو يعمر مخده ملي جلس هو كيخنزر فيه. وصلنا للإفران ومتماك دي الطاكسي نيشا الآسرو من بعد درت أوتوستوب حتى لبن سميم وقفت قدام داك السبيطار وندمت علاش دخلت لي النهار الاول. ديك اللحظه جا عندي الاحساس وقال لي نعم الشريف كنت بغيت ندخل قال لي ممنوع قام تسوقت لي كاع ومشيت نقصت من الكرياج وانا غادي في اتجاه داك الباب اللي كنت دخلت منه اخر مره هو يتم جاي كيجري هز الزرواطه خونا فلان ما كيضحكش غير قرب من حدا هو ضربني بها للظهر ويترس لي في ظهري ما درت مع شنقت فيه بيد وحده وزيته الفوق وبقى كيتركل. ديك اللحظه راح تشوف الارض واحد المسافه ديال 3 متر وبقى كيتوجع تماك. مشيت دخلت من ديك البوابه وبقيت غادي كنقلب على ديك الغرفه اللي دخلت ليها بقيت غادي كنقلب حتى وصلت ليها والصدمه لقيت الباب ديالها محلول. دخلت للداخل ولقيت كلشي مشطب حتى حاجه ما كاينه تماك. تمتم خرج كنجري باغي نسول داك العساس وانا زاطع معاه قلت ليه ها داكشي اللي كان هنايا فين هو. قال لي جاو المسؤولين ولقاو الشرطه مهرس واضطروا انهم يخويو كاع داكشي اللي كاين هنايا حيت راه يمكن فيه خطر للبشر وراه حرقوا داكشي كامل قدام السبيطار. قلت لي شنو؟ قال لي كيف ما سمعتي ودابا سير في حالاتك ولا غادي نعيط للجوندارم. بقيت كنشوف في ديك الهضره هو ومخلوه وتميت غادي على رجليا تالف. قبل ما نخرج من السبيطار جاني الموت ديال الشوع وقفت ديك الهضره درت وبقيت كنشوف ديك العساس كيبان شي باني مهلوك تميت غادي بسرعه لانه ولي ظاهر ليه. خرجت ديك العظام تماك وتميت غادي وسط الخلا وكل ما جاني الشوع كل ما كتعمل لي البصيره كنولي نشوف اي حاجه كتحرك كتبان لي عباره عن دم والحم. داكشي علاش كنت معتمد على داك شويه ديال الوعي اللي كان باقي عندي والدماغ وتميت غادي بالزربه باش نوصل لاقرب سوق
ناخذ لحم كفته اي حاجه. بقيت غادي في الطريق كنسنى الطوموبيلات يجيو ونشد اوتوستوب ولكن والو الطوموبيل ما بقاش كدوز. بقيت غادي وصابر حتى صافي الصبر سالا وليت غادي وكنتلاوح بحال الزومبي. ديك اللحظه باتي من بعيد مرا كانت هز الحطب وكان معاه الكلب ديالها تابعه تمت غادي قاصده. قلت لها عافاك بغيت لحم دجاج اي حاجه عافاك. المرا يمكن ما فهمتنيش وكملت الطريق ولا ما بقيتش قادر نستحمل. بلا ما نشعر مشيت كنجري وتلاحيت عليها يلا غادي نعض من عنقها. جاو كيجريو شي فلاحة من بعيد وكيشيروا بالحجر. المرا استغلت الفرصة وضرباتني وقدرات انها تهرب. بقيت كنشوف خوتنا في الله غاديين وكيقربوا ليا تميت غادي في حالتي هربانة وكنبان سخفان وانا غادي كنجري تعكلتها وطحت على ركابية. دارو بيا دوك الفلاحة ما كرحموش عطاوني قتلة ديال العصا كل واحد فيهم هز رواطة قداش نايا ضربة وحدة بحالا كنمشي للقبر وكنعاود نرجع. خلاوني مجبد في الأرض وكلي دمايات نط وقف ديك الهضرة بصعوبة وحيت من تماك. غادي كنتلاوح حتى بانت لي واحد الشجرة تكيت عليها وبقيت ديك الهضرة قاعد تماك. داك الوقت وصلني ميساج من عند أوليفيا قالت لي عارفك ما بقيتيش باغي تقدو معايا بغيت غير نقول لك بلي بسببك انا نجحت بسبب داك البحث اللي عاونتيني فيه. غادي نعيطك دابا بغيتك تحتفل معايا وكنتمنى هادشي ما يكونش اشكال عندك. تمتم صونا التليفون ديالها ابل فيديو غير جاوبت شافتني هكاك وما فهمت والو. كانت لابسة واحد اللباس زوين بزاف ديال حفل التخرج. قالت لي عبد الكريم مالك؟ بقيت كنشوف فيها بصعوبة وعيني راكدين وسخفان. قلت لها أوليفيا عندي الحد لحياتي. سمعتني هكا وبدات كتبكي وبقات كتغوت علاش مالك فينك انت؟ ديك اللحظة وريت السبيطار كان ديك اللحظة قريب ليا. قلت ليها شنو كدير تما؟ قلت لها الفيديو اللي كنت صورت ليك ديك الغرفة طيحة اللي كنت طحت وبعشرة مورا سمعت داك الصوت توشاتني واحد براءة ملي قلبتها كانت مكشوف فيها فيروس الديب. من داك النهار وانا كنت تعذب من داك النهار وانا كنحس بلي كاينين تغييرات في الجسد ديالي. الوعي بقى غادي وكيضعف ومن هنا الغدا يا يعني ملاح شنو ممكن يوقع. مشيت عند واحد الطبيب وقال لي بلي خاصك تجيب ديك البرا اللي دكاتك. مشيت هنا نقلب على البرا ساعه لقيت محرق وكل شيء. قالت لي باش كتحس؟ قلت لها كنحس بلي ما بقيتش بنادم كيعجبني الدم واللحم خضر كنحس بلي وليت مصاص دماء ما عنديش حل اخر. اوليفيا ما عنديش حل اخر من غير انني ندير حد لحياتي. قالت لي عبد الكريم خليك معايا عافاك. اسمعني مزيان انا هنا كاينين بزاف ديال الاطباء وبزاف ديال الباحثين في علم الاثار وفي علم الاحياء انا غادي نسولهم واكيد غادي يكون عندهم الحل. عافاك صور لي التغييرات اللي بداو في الجسد ديالك وانا غادي نشوف مع المسؤولين هنايا والاطباء كاملين. اوليفيا كانت كدوي وكتبكي وهنا كنساهي قطعت مع ديك اللحظه. صورت لها ضفاري والنياب ديالي وحتى الشفار ديالي. ما كملاتش تقريبا 5 دقائق عيطات ليا قالت لي يا عبد الكريم قول لي عافاك وتوصلتي ديك المرحله ديال انك تولي تقدر تهجم على الناس. قلت لها بقات كتبكي وقالت لي عافاك خليك بعيد على البشر عافاك. قبل ما تقطع قلت لها اوليفيا الذاكره ما بقاتش عندي ما بقاتش عندي نورمال كنحس بها غدا وكتمشي
وليت كنسى بزاف ونقدر من هنا القدامة ما نبقى عاقل على والو، ما نبقى عاقل على تشي واحد، وحتى التصرفات ديالي ما غادي نقدر نبقى نتحكم فيهم. قالت لي دير هادشي اللي قلت لك عبد الكريم، عافاك بعد من البشر واعطيني شوية الوقت. قطعت مع هذيك اللحظة وبقيت كنهش في بلاصي، شوية نط من بلاصي وتميت غادي مكمل طريقي ومشيت قصدت واحد الغابة كانت تماك، كان فيها شجر كثير وقليل الناس اللي كيدوزو من تماك في الجادر بن سميم. جلست قدام واحد الشجرة وبقيت جالس حتى داتني عيني يوم مشيت دوز ديك ليلة تماك. وفي الصباح حليت عيني على صوت التليفون ديالي، جاوب ديك العضا ولقيتها أوليفيا كتبكي بحرقة. قلت لي كيف بقيتي؟ شوية بقيت ساكت حيت ما عرفتش اش. قلت لها شكون معايا؟ جوج دقايق عاد تعرفت عليها، بقات أوليفيا كتبكي وكتغوت مسكينة. قلت لي عافاك صيفط لي فين كاين انت دابا بالضبط وما تحركش من تماك، واخا يوقع اللي وقع. قطعت مع هذيك الهضره وعجبني الحال، حسيت بها بحال كتقاتل على قبلي اللي كدير مجهوده واخا هي فين وانا فين، ولكن واخا كاكش منيس حيت انا براسي كل دقيقه كدوز ما كنعرفش فيها راسي. صيفط لهاديك الهضره بلاسمون ديالي البلاصة فين كاين أنايا، غير وصلاتها هو يطفى التليفون ديشارجا. بقيت جالس تماك جاني الجوع ديال بصح، واللحظة اللي نط نقلب على راسي تمنيت حاجة وحدة، ما نتلاقاش بشي إنسان. يلا غادي نزيد الخطوة الثانية، هو يبالي واحد قرط جالس من بعيد بقيت كنشوف فيه الصراحة وما عطلتوش. قراش محدا بقيت كنحاول نضحك عليه بحال باغي نعطيه ياكل، حتى قربني بزاف ونشنق فيه من عنقو. بقى كيغوت تماك والقرودة كلهم كيغوتو في ديك الغابة، ضربتو ديك العظام مع الشجرة حتى ما بقاش كيتحرك. عطيتو ديك العظام مع عنقو بقيت كنفردك فيه، غير شفت الدم وانا نحس بواحد الراحة كبيرة بزاف. من بعد ريحت ديك العظام بلاصي وبقيت كنغزز فيه، تكليت فيه النص تقريبا وحسيت بلي شبعت. داك الوقت عاد حسيت براسي شوية بلي نسبة الخطر مكيناش. مشيت لواحد الخيمة مكانش بعيد على الغابة، قرات محدا وكان واحد الدري صغار كيلعبو قدام باب ديالها. بقيت كنشوف فيهم، خرجات واحد المرا تكون باقا صغيرة حطنات وليداتها بقات كتشوف فيا، كانت خايفة مني تزرات مني حتى كتلا بيدي بلي بغيت غير نشرب. ديك العضا دخلاتهم و جابت لي الماء وبقيت كنشرب بلافة كبيرة بزاف، وكثر من هادشي مسكينة عمرات هي قرعة ديال الماء وجابت لي الزبدة واللبن وعطاتني طرف ديال الخبز كما بغيت ردهم ليا في وجهها، واخا عارف راسي ما غناكلهمش، ولكن قلت مع راسي غادي نحاول نصيد بهم قرودة نطمعهم الخبز ونشدهم. رجعت الغابة والقرودة والو، بانو لي غبرو، شافوني قصيت صاحبهم عرفوني ميكروب هما يخويو بديك الغابة. ورجعت عاوتاني لنقطة الصفر. داز ديك النهار والغد التاني والتالت الموت ديال الجوع، حدايا قرعة ديال اللبن والخبز والو مكيحركنيش. المشكل هو أقرب حاجة ممكن قصيها اللي فيها داكشي اللي بغيت نشرب دمها ولا ناكل هي المرا وليداتها. وقت ما كندور كنقلب ديك الغابه لا نلقى شي طوبه ولا شي لفعه ولا اي حاجه، والو ما كنلقى والو. في الاخير كنلقى راسي كنفكر في ديك المرا وليداتها، نصفي عليها ونبقى ناكل فيها مده طويله، ولكن بسبب ديك نسبه الوعي اللي كانت باقا عندي في الدماغ بسببها كنت كنقاوم نفسي وكنحاول نتلف دماغي ما نفكرش فيها. نهار الاخر صافي الكاو الموت ديال الشوع، كنحس براسي حاقد
جاعر باغي ناكل. وكان ديك النهار ترددت تقريبا شي 100 مره باش نمشي لديك المراه واخا ناخذ لها وليد واحد. في الاخير خديت القرار الصحيح، جبت واحد القنبه وربطت رجليا مزيان تماكو وربطت تما واحد شجرة وبقيت كربط في ديك القنبة ديك العقدة حتى زيرتها مزيان. دازت ديك الليلة وانا كنحاول نفك ديك العقدة والو ما بغاتش، كنزحف باغي نمشي عند ديك المرة ولكن والو ما قادرش. في الاخير غمت عيني ومشيت. في الصباح حليت عيني واحد اخر مصاص دماء ضفاري طوال وكنتحرك بصعوبة. نط وقفت ديك اللحظة بغيت نجري ولا نجرب القنبة وطحت على وجهي. القنبة كانت شداني مزيان وانا ما بقيتش انسان طبيعي حتى باش نخدم دماغي ونعرف بلي القنبة شداني والو. من بعد تقريبا سيمانة وانا كنقاتل وانا كنعافر تماك بوهدي. فالاخر بقيت مجبد تما كنتسنى الموت، ما بقيتش قادر نتحرك نهائيا. ومن حصل لحد ما كان كيدوز حتى واحد من تماك، لا دراري صغار لا فلاحة لا حتى شي واحد. واحد ديال بقيت مجبد تماك تا بديت كنشوف الضواو جايين من بعيد داخلين وسط الغابة. اخر تا وقفوا عليا وحدين كانوا دايرين كاغول، واحد فيهم كان هاز التليفون كيشوف فيه وكيشوف جيتي كيشوف فيه وكيعاود يشوف جيتي. ملي تأكد من داكشي اللي جاي كيقلب عليها هما يفكوني من ديك الشجرة، هزوني من تماك وانا والو مقتول ما كنتحركش وما كنديرش رد فعل. حطوني في الطومبيل وصافي تمتم في قتل وعي. ملي حليت عيني ما عرفش راسي شحال داز ديال الوقت ولا فين كانت ولا فين مشيت، حتى لقيت راسي في واحد بايعص في غرفة كلها ضواو وبزاف ديال الخويطة كانوا لاصقين فيها. ديك اللحظة تحل الباب دخلت اوليفيا، كانت ضربة بلوزة زرقاء قربات مهدي وقالت لي على سلامتك. كنتمنى اللقاء الاول ديالنا يكون ماشي بحال هكا ولكن ما كيهمش، المهم شفتك ودابا غندير المستحيل على قبلك باش ترجع كيف ما كنتي. الناس اللي كنعرفهم والباحثين القدام عاودت لهم القصة ديالك وراهم تأثروا بها وكانوا مصدومين بها حيت اول مرة غادي يسمعوا بحال هكا. وراح تاهم مساكن داروا مجهود ديالهم وتواصلوا مع اطباء اقدام كانوا كيشتغلوا في ديك السبيطار بسميم، وراح قالوا لهم باللي داك المرض اللي كان في ديك الحقبه في ديك المنطقه كان مرض عادي، يعني اعراض ديالو ماشي خطيره بزاف، والبرا اللي كانت مكتوبه فيها فيروس الذئب هذاك راه ترياق كنا كنعالجوا به الناس اللي كانوا مصابين بديك الداء ديال الذئاب. يعني ديك البريل دكات كانت علاج ماشي مرض، ولكن مع السنوات اللي دازو يمكن وقعت طفرة تماك في ديك العينة ديال الدم وهادشي خلات تحول بحال هكاك وتلعب ليك على الوظائف ديال الجسد ديالك والصبغيات ديالها. مش خافش دابا هما غادي يحاولوا يلقاو لك ترياق اللي غادي يعالجك، وانا كيف ما قلت لك غادي ندير كل ما في جهدي باش نهاونك حيت في النهاية بسبابي وقع ليك هكا. بقيت كنشوف فيها اللحظة اللي قربات من هدايا بغيت نشنق فيها ونعض من عنقها ولكن يديا كانوا مربوطين. قالت لي مش خافش غترجع كيف ما كنتي وحسن كاع كنوعدك. مشات ديك لحظة اوليفيا وبقيت مجبد تماك كنشوف فيها غادة وما عرفها شكون هي البنت هادي وعلاش كدوي. حاجة واحدة اللي كنت كنعرف هي محتاج للدم محتاج للماكلة. الحالة اللي كنت كندوز منها كانت حالة نادرة ويمكن الجامعة وقعت في العالم كامل، داكشي علاش هي كانت نادرة. وكيف ما كاينين الناس مزيانين كيسمو بحركة معلومات وباغي لي الخير، في نفس الوقت كاين الناس عايشين في هذا العالم ما كيضيعوش بحال هاد الفرص هادو ومنهم واحد مسؤولين. وصلاتهم الخبار ديالي والظروف ديالي وكيفاش كنتصرف وكذا، وجلسوا في الطاوله كيتناقشوا مساله انهم يطوروا من هذا المرض اللي فيه انايا
ويخلوه بنفس لافي، غير هو يتحكموا في الوعي ديالي، يخليه عادي باش يبقاو يتحكموا في الانسان كيف ما بغاو. ومادام هذا المرض كيعطي قوه مضاعفه، غادي يسهل عليهم انهم يصنعوا قاتلهم اجورين اكثر وحشيه. وكاين اللي مشى بعيد كاع، قال بلي علاش لا، غير لقاو العلاج ديالو، وديك الساعه غادي ننشروا الفيروس في العالم كامل، وديك الساعه كلشي غادي يقلب على العلاج، وديك الساعه غنبيعوا فلوس كثيره بزاف. كلشي كان كيخطط بالطريقه ديالو، اما انا بالنسبه ليهم كنت مجرد مشروع. دوز تقريبا شهر تماك تحت الرعايه ديالهم، كانوا رابطيني من يدي ورجلي وكيعطيوني غير اللحم والدم، اما ظهري كان كله خيوطه وحشى راسي. واحد العشيه كنت فاجئ، حليت عينيا لقيت يدي مفكوكين هما رجلي، ما فهمت والو، بقيت كنشوف اليمين اليسار ما كان حتى شي واحد. هزيت ديك العضله اللي زار من الفوق ونزلت من البياس عريان كيف ما ولدتني الوالده، وتميت غادي بشويه حيت مره مراكز نفقد التوازن وكنبغي نطيح. لحظه اللي خرجت من الغرفه شميت ريحه الدم، اثرتني اكثر حيت ما كانش عندي واي باش نقرر نهرب ونستغل هاد الفرصه هادي. تميت غادي تابع ريحه ديال الدم حتى وصلت لواحد الغرفه، دخلت لها وكان فيها واحد خونا جالس وكانوا رابطينه كينزف بالدم. غير شفتو 5 ثواني مباشرة مشيت كنجري باش نتلاها ليه. تم خرجو ديك العضا واحد الحراس كانوا هازين واحد ماطراك وما يضربوني بالضو. تم فقدت الوعي. دوك المسؤولين كانوا الفوق كيطلو من الزاج، هزوني من تماك وردوني في بلاصة فين كنت، ربطوا لي رجليا ويديا وردوا الخيوطة كيف ما كانوا. في هذا الوقت أوليفيا ما بقاش كتجي عندي إلا تزورني تماك، حيت خوتنا في الله ما بقاوش كيخليو هادشي، بعذر أنهم كيعالجو فيا وبلي هادشي ممكن يسبب ليها في العدوى بزاف ديال الحوايج. خوتنا في الله كان واضح بلي ما كيقلبوش ليا على علاج، كتر ما كانوا كيدرسوا الشخصية ديالي والحالة ديالي وكيفاش غادي نجاوب فيها. هادشي كامل باش يدرسوا إمكانية أنهم يستافدوا منها مستقبلا، حيت بقى كيتكرر هادشي من بعد بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كانوا كيتيستيوني في الأخر كيضربوني بالماتراك. خوتنا في الله في الأخر ولو كيطبقوا معايا نفس الأسلوب، بحال كيشوفوا كيجربوني واش ما نبقاش نفضل اللحم على البشر، يعني غير البلي البشر نقصد البشر نيشان ونخلي اللحم. وفي دوك التجارب كاملة اللي داروا عليا كنت ديما كنفضل اللحم، حتى لآخر مرة بقيت واقف متردد بيناتهم جوج. في الأخير فضلت الإنسان، إنسان باقي حي وما نازف ما والو. قبل ما غادي نقيسوه هبطوني بالماتراك، وخوتنا في الله الفوق كانوا كيصفقوه. ما كاملاش 4 شهور وانا تماك، أوليفيا حسات بلي شي حاجة ماشي هي هاديك، داكشي علاش نوضات عليهم البلبالة وبدات كتهدد فيهم أنا أجيب الصحافة وجمع الناس والأدلة. ولكن تاهما كانوا لاوي لا يديها، حيت هما اللي عاونوا أنا دخلاتي من المغرب وبطريقة سرية، واتهموا إلا درتي شي حاجة بحال هكا غادي يلبقوا لها الاتجاه في البشر والتهريب. من بعد تقريبا 8 شهور وأنا تماك وأنا متكي في داك البياس، واحد الليلة سمعت شي حد دخل عليا، زيد ديك العضايني بشوية لقيتها بنت عكس الطبيبة اللي كتكون معايا ديما مراقباني. هاد البنت كانت هي أوليفيا، قربت محدايا وبدون مقدمات دقات لي برفع عنقي، وتمتم بدات كتفك ليا في يديها وحتى رجليها. من بعد فكات لي الخيوطة كلهم اللي كانوا في الجسد ديالي ونوضاتني من تماك، وتميت غادي أنا وياها. يلا غادي نفوت الباب ديال ديك الغرفة، لقيت ديك الطبيبة اللي كتكون مراقباني ديما مجبدة في الأرض. بقيت غادي وجراني أوليفيا
وانا كنشوف فيها. عرفاتني غادي نعطاك هذيك اللحظه. جبت الطرف ديال اللحم وعطاته ليها والصدمه دفعت لها يديها. يلا غادي نتلاحى لها وانا نطيح على ركبيها. قالت لي نوض نوض ما كاينش وقت وما تخافش، هادشي اللي كتحس بيه دابا غير بسبب مخدر اللي دقيت لك باش نقص العنف ديالك. تما تغادى بيا اوليفيا حتى خرجاتني من تماك، كانت عارفه شنو كدير وجات في وقت اللي ما كاين حتى شي واحد من غير ديك الطبيبه. خرجاتني من تماك وركبتني اللور في الطوموبيل من بعد ما ربطت لي يديها، وتم تغادى بسرعه كبيره بزاف قبل ما غادي نفوتو داك الشارع. خرجت كلا جوج ديال الطوموبيلات، واحده من اللور واحده من القدام، بقاو تابعينا. برغم ذلك اوليفيا كانت كتحاول انها تبعد منهم تهرب منهم، ولكن خوتنا في اللور كانوا لاصقينها. بقات غاده مكسيديه بالجهد وخوتنا في اللور تابعيننا من اللور. ديك اللحظه بداو كيشيروا فينا بالقرطاس وقدروا انهم يفرقوا على البنوات. ديك الساعه اوليفيا فقدت التحكم في الطوموبيل، ثم تغادى على اليمين وهي تقلب بينا. بقات كتقلب شي 4 ديال المرات وهي تضرب مع واحد البانو ديال الاشهار. ديك اللحظه جاو خوتنا في الله ونزلونا من تماك، وانا وياه ما كنتحركوش وعاوتاني رجعونا لنفس الكوان. تبتوني في بلاصتي، رجعوا لي الخيوطه ورجعت المعاناه من جديد. بقيت تماك تحت الرحمه ديالهم وانا ما عارفش شنو ممكن يديروا بيا، وحتى باش نبكي نحزن نطلبهم نزاوق نخاف كنت طافي هاز الهم غير الماكله بحال الحيوانات. من بعد 3 شهور اخرى حليت عينيا عاوتاني واحد العشيه و لقيت يدي ما مربوطينش، غير هو كان تغير بسيط. الوعي ديالي حسيت بيه بدا كيخدم، حيت اول حاجه فكرت فيها هي نهرب من تماك، وحيت خوتنا في الله كيخربقوا لي بدماغي وف التصرفات ديالي يمكن ارتكبوا غلط. نزلت من الباياس وشميت ديك لاطريح الدم، غير عرفتهم طارقين عرفتهم غادي يتيستيوني او تاني. والصراحه اول مره غادي نحس بلي ريح الدم كاع ما جبتني لا كاع، حيت يمكن مع كثرة الضغط اللي داروا عليا وليت باغي غير نهرب من تماك. تميت غادي في اتجاه ديك الريحه باش ما نبينش، حتى وصلت عاوتاني لنفس الغرفه اللي كنمشي لها في كل مره. دخلت لداخل وكانوا حاطين اللحم والدجاج والدم، وفي الجهه الاخرى كانوا حاطين بنت ما عندها حتى شي حاجه، ما مجروحه ما حتى شي حاجه. ملي حققت فيها مزيان عرفتها اوليفيا، تأثرت ديك اللحظه كنت باغي نقول لها اوليفيا كدا وخفت من العقوبه. كانت اوليفيا مربوطه في كرسي، بقيت واقف كنشوف فيها 10 ديال الثواني ما كنت عارف ما ندير. خوتنا في الله كان واضح بلي باغيين ينتقموا منا من بعد ما حاولت انها تهربني. داكشي علاش حطوها ليا هنايا، حيت عارفين اني غادي نمشي لها مادام مؤخرا وليت كنفضل الانس على اللحم. داكشي علاش بلعاني حاولت نستفزهم ونبين لهم بلي داكشي كامل كنتو كدرسوه راه ما منو والو. مشيت كرات اللحم وخليت اوليفيا تحنيت على ركابي وبقيت كناكل في داك اللحم وكنغزز فيه. تمتم جاو خوتنا دوك الحراس كانوا هازين الماتراك وما يضربوني بالماتراك في ظهري كيف العاده. كانوا كيستناو مني نطيح ولكن والو ما غيبتش، حيت ما بقاش داك الالم كيف ما البدايه، ما بقاش داك الالم صعيب كيف ما البدايه حيت ولا مألوف. لحظة درت شفتهم خوتنا في الله كانوا غادي يموتوا بالخلع قبل ما يهزوا السلاح ديالهم. تسمع في الباب من الفوق ما تقتلوش بسرعة البرق. قررت من الاول خطفت الماتراك ديالو وخشيتو لي في عينيه، بقى كيغود ديك الهضره بالجهد. تاني كان غادي يهرب، خطفت لي السلاح من يديه وتيرت فيه 3 ديال القرطاسات وهي تبلبل الدعوه تماك.
قربت لك العظام هدا اوليفيا، بقات كتشوف فيا وكتبكي، فكيت لها يديها هو بقات كتشوف فيها، قالت لي عبد الكريم، بقيت كنشوف فيها وما جاوبتهاش، ومشيت خرج كنجري خوتنا في الله ما كانوش باغين يقتلوني، داكشي علاش وانا هربان قال حراسي كنت كنصادفهم في الطريق، كانوا كيحاولوا انهم يوقفوني، في المقابل كنت انا كنصفيها لهم، حتى خويت فيهم داك السلاح كامل، حتى وصلت للباب حليت وخرجت من تماك، وبقيت غادي كنجري غادي كنجري بسرعة كبيرة بزاف، اول مرة غنجريها في حياتي بحال هكا، غادي كنجري ونتفاجأ في نفسي، كنت كنجري كيف ما كيجريو الدياب وبسرعة كبيرة، بقيت غادي كنجري حتى وصلت لواحد الشارع كانوا غادي فيه الطوموبيلات والكاميونات، قنيت على واحد الكاميو وسلقت فيه وتم غادي بيه، ما كملتش تقريبا ثلث ساعة، داك الكاميو كان غادي في الطريق وسط الغابة، غابة كثيفة بزاف، لحظة داز من تماكا وانا صوتي من الفوق في اتجاه ديك الغابة، طعت في الارض بقيت كنترولا حتى جمعت الوقفة، وتميت غادي مغر وسط الغابة، غادي مغر لداخل، لحظة اللي حسيت باللي بعدت على الخطر، بعدت على الصداع، جلست قدام واحد الشجرة وعاد تكالميت وبقيت كنهش، لحظة اللي هزيت عيني لقدام بات لي واحد البحيرة ما كانش بعيدة بزاف على فين كنت جالس انايا، نض ديك العضو تميت غادي قاصدة، قربت من هدا جلست على ركابية وبقيت كنشرب، ملي كملت عادة قدرت نشوف أخيرا كمارتي من بعد المدة كاملة اللي كانوا شاديني فيها، والصدمة كانت كبيرة بزاف، نيابي طوال وطفاري ولو كبار، ونهضي الزغب تحت عينيا، بقيت ديك اللحظة كنقيس في وجهي ومصدوم، ديك اللحظة سمعت شي حاجة تحركات حدايا، قفزت ديك اللحظة ودرت لي من اليسر ما لقيت حتى شي واحد، ديك اللحظة قررت نمشي من بعد، بقيت غادي مغل وسط ديك الغابة، في الطريق لقيت واحد الديب كان كيغزز في واحد القنية، شافني وتزرى مني، وما كان ساخي بديك القنية مسكين، كان كيسحب لي إنسان دايز عادي، حتى تميت غادي قاصد لي الغنيمة، ويهرب مسكين، تحنيت ديك العضة كنكمل ديك القنية، وكناكلها بلهفة كبيرة. كان كيسحب لي صافي صوفيت صافي هربت من خوتنا في الله، ولكن في الليل مع الفجر كنت ناعس، تحليت عيني على صوت قرطاسة والدياب كيجريو مرعوبين من حدايا، هزيت عيني القدام لقيت وحدين هازين البيلاتة داخلين كيمشطو الغابة، نفس المشهد كنت شفتو آخر مرة ملي كنت في الغابة في آسرو، انا عبد الكريم شتو كندير هنايا، فيروس ديك اللحظه حسيت بلي بديت كنتفكر بلي الوعي ديالي بدا كيخدم مزيان، اللحظه اللي بغيت نوض وقفني واحد من اللور كان هاز عليا السلاح، دفعت وكملت طريقي على بالي بلي خوتنا في الله ما يقتلونيش، هو يصدمني خونا في الله ملي تيرا فيا في رجليا، طعت في الارض ديك اللحظه كنتوجع، عاود توقفت وبقيت غادي كنجري وخوتنا في الله تابعيني، كان واضح بلي خوتنا في الله جايين ناويين يقتلوني، غير حكموني في واحد القنت وما يتيروا فيا ربعه ديال القرطاسات، طعت في الارض ما كنتحركش، قربوا محدي خوتنا في الله وكانوا دايرين مسافه الامان، من هنا هكا كانوا لابسين واحد الباسه يمكن كانوا خايفين من العدوى، داكشي علاش واحد فيهم ما قدر انه يجلس ويقلبني مزيان مت ولا باقي حي، مشاو خوتنا في الله وخلاوني تماك مجبد تماك، بقيت مليوح و ما كملاش ربع ساعة صاروفة ديال الدياب كانت دايرة بيا، صافي كنت كنقول هادي اللخرة ليا ما فيهاش غادي يقصوني مزيان، حتى كنتفاجئ بهم كاملين كيحسوا الضربات اللي كانوا في الجسد ديالي وكيحسوا داك الدم،
مباشرة فقدت الوعي. دازت ديك الليلة وفي الصباح المسؤولين كانوا دايرين اجتماع من بعد ما قرروا البارح انهم يقتلوني. خوتنا في الله كانوا خايفين من الشوهة حيت اوليفيا قدرات انها تهرب، واجتمعت بالصحافة وعودت ليهم قصتي. والوقت اللي كنت انا باقي مجبد تما كلفظ الانفاس الاخيرة ديالي بسبب النزيف، حيت القرطاس اللي ضربوني بيه وخاكك ما جانيش في اعضاء حساسة. ذاك الوقت كانوا مسؤولين باقين جالسين كيفكروا شنو غادي يديروا باش يحيدوا عليهم اللومه، ما يبقاوش يتساءلوا على بزاف ديال الحوايج وقعوا في حاله ما الفيروس انتشر في ديك الغابه. داكشي علاش قرروا انهم يحرقوا جزء كبير من الغابه ويقتلوا كاع الدياب ديال المنطقه خوفا من العدوى. لاحظ داك انا مجبت تماك مستسلم للموت عالم بيا غالله. سمعت شي واحد كيجري ديك اللحظه، جاي في الاتجاه ديالي حتى تلاحت عليا اوليفيا كتبكي وكتغوت عبد الكريم. لحظة اللي هزيت عينيا فيها وانا مبتسم قلت لها اوليفيا. انتي اوليفيا؟ بقات كتشوف فيا ومصدومة، شدات لي وجهي بيديها بجوج وقالت لي عبد الكريم عرفتيني؟ ابتسمت وقلت لها اه اوليفيا. قالت لي صحيتي؟ ما بقاش فيك الفيروس، عيني كله صافين. ديك العضاء زيت يديه بجوج وفعلا لقيت كل شيء هو هذاك، ما بقاوش دوك الدفار اللي كانوا طوال. ديك اللحظة نيت وقفوا لينا بزاف ديال العسكر، كانوا هازين السلاحات ديالهم، كانوا جايين خصيصا مستعدين يقتلوا الدياب. اوليفيا بقات كتغوت وكتهلل حتى قرر القائد ديالهم انه يسمع لها. بقات كتعاود لي كلشي بالتفاصيل، بسبب اللي مرتبي وسبب اللي خوتنا في الله كانوا ناويين يقتلوني وزيد وزيد. ديك الساعه زاد التليفون ديالو بقات كدوي مع شي واحد مسؤول وكانت كتغوش باش يوقفوا هذا القرار هذا. وتمتم عيطات لومبيرونس ما كملاش ربع ساعه جاو داوني من تماك بالهليكوبتر، داوني نيشان السبيطار دخلين للخطر. وفي هذا الوقت كانوا باقي العسكر واقفين تماك في الغابة كيتسناو في الأوامر. داروا لي بزاف ديال العمليات وحيدوا لي القرطاس اللي كان في الجسد ديالي، ونجيت الحمد لله بصعوبة. من بعد داروا لي التحاليل باش يتأكدوا باللي ما بقاش فيه فيروس، والحمد لله أنا والتحاليل خرجوا عاديين. هنا المسؤولين اللي سمعوا بحال هكا قرروا أنهم يراقبوا كاع الدياب وكلهم يدوزوا لهم تحاليل باش يتأكدوا بلي التشوات فيهم ما عنده فيروس. خرج من الخطر وجا عندي واحد الطبيب شيباني وباحث قديم، بقى كيسولني بزاف ديال الأسئلة على شنو وقع لي في الغابة، واش كليتي شي حاجة درتي شي حاجة. قلتي والو من غير أنه الدياب جاو كيلحسوني، هادي آخر حاجة وقعت لي صراحة. قالي بصح إذا راه اللعاب ديال الدياب هو اللي ترد داك الفيروس من الجسد ديالك، حيت أصلا داك الفيروس هو كيجي من الدياب، يعني كيجي منهم وكيموت منهم. بقيت كنشوف فيه وقلت الحمد لله، فرحت بزاف صراحة كتاب لي الله أمر جديد. وتوحشت حياتي العادية، توحشت الماكلة العادية وناكل أي حاجة. بقيت في السبيطار تقريبا 20 يوم تحت الرعاية حيت المعدة ديالي كانت واكلة العصا هي والكبدة بسبب ديك الماكلة الخضراء. اوليفيا نوضت ضجة كبيرة ولا كلشي كيعرف الاستوار ديالي، واكثر من هادشي مشات بعيد ورفعت دعوة للمسؤولين اللي كانوا خدامين في داك السبيطار في بن سميم. ملي حسيت براسي وليت شوية لاباسة عيطت الوالدة ديالي، سمعوا صوتي مساكن وشحال بكاو. الدولة في إسبانيا والحق المدني عوضوني على كاع داكشي اللي تعرضت ليه، والمحكمة أخيرا صفاتني خرجت من هاد لافير بكثر من 140 مليون. وعاد زيد خرجت هنا عندي شهرة كبيرة في إسبانيا، رجل مصاص الدماء
اما المسؤولين كاملين اللي شتوني في ديك البنايه كلهم تشدوا في الحبس. كنت فرحان بزاف وخا بصراحه داس عليا، غير كنشوف اوليفيا حدايا كنسى كل شيء. خرجت من السبيطار ومشيت انا ويا البارطما ديالها، رحبات بيا مزيان، وكانت من التصرفات ديالها واضح بلي كتبغيني بزاف. كانت هي تماما كيف ما كنت كنحلم، قالت لي كنبغيك بزاف وحبي ليك تزاد من بعد هادشي كامل اللي وقع. تعشيت انا ويا ديك الليله تحت الموسيقى الرومانسيه، ودوزنا ليله مع بعضياتنا. في الصباح ملي حليت عيني سمعتها كتقول لي عبد الكريم عبد الكريم، حطات يديها في حنكي، حليت ديك راضع عينيا و شديت لها يديا وبستها وقتها كنبغيك بزاف. ديك اللحظه هي صرفقني بالجهد، نطق في السع ورقش الوليده كتقول لي تنود نود تبغيك جنيه ولد الحرام، نود راه 11 هادي وباقي ما حليتي السيبر نود قاعد. بقيت كنشوف فيها وكنقول ويلي كيفاش. وقفت ديك لحظه فوق الداري، حيد السروال تعريت هزيت تريكو، ما بقيت حتى شي ضربه في الجسد ديالي. قالت لي تمالك، قلت اوا ما فيه والو ما فيه والو الوليده. قالت لي سير غسل وجهك، سير غسل وجهك الحمار كنتي غير كتحلم الليل كامل وانت كتغوت، بغيت اللحم عطوني اللحم. واش تمالك مهيوف ولا مالك؟ بقيت كنشوف هذيك اللحظه هو شويه بديت كنتفرقع بالضحك، طلعت عليه وبسوا عنقته بالجهد ومشيت كنجري نيشان للطواليت. حليت ديك العضه فمي وبقيت كنقلف عينيا وتحت عينيا وانا فرحان، ما قداني فرحه. خرجت من بعد مشيت للكوزينه حليتها وبقيت كنقصي في كيكه الخيزو والربيع اي حاجه كنلقاها وانا فرحان. ديك اللحظه سرات معايا باللي اوليفيا كانت مجرد حلم و140 مليون تاعي تفو. رجعت الحقيقة عاود تاني، الحقيقة المرة بلي في عمري 25 عام ومازال كنعدي في السيبر. فطرت ديك العضا وخرجت من الدار، مشيت حليت السيبر وبداو كيجيو عندي البراش والناس. صراحة كنت محمس بزاف وكنخدم معاهم وانا فرحان. داز ديك النهار وفي الليل كانت خاوي الدواء، بقيت كنشاطي كيف العادة مع المهمات شيبانيات، علا وعسى نطيح شي وحدة تانا تديني كيف ما دات ديك الدري. ديك اللحظة وانا كندوي مع واحد قاورية من اسبانيا، قلت لها شنو سميتك؟ قالت لي ماريهانا. بقيت كنبتسم صراحة، صدفة زوينة هادي. بقيت شاد مع السون كندوي في اوديو، شوية درنا ابل فيديو وبقيت كندوي انا وياها. ديك اللحظة دخلت واحد البنت في الغرفة اللي كانت فيها الشيبانية، البنت كانت باقة صغيرة وما يمكنش آية من الجمال. شافتني ديك اللحظه في الفيديو وضحكات معايا وبقات كدوي معايا وكتضحك معايا. من بعد مشات ديك اللحظه الشيبانيه حسيت بها بحال غارت، حيت ولا كلامي قليل وما بقيتش كندوي معاها كيف ما كان الحماس من قبل. تمتم بلوكاتني ما كملاش ربع ساعه، نض ديك اللحظه باغي نشطب السيبر نسد، جاتني انفيتاسيون ملي رجعت لقيتها انفيتاسيون سميتها اوليفيا خيمينيز. تمتم قلبي بدا كضرب بالشهد، ويلي شنو هادشي. قرات من الصوره ديال البروفايل ولقيتها هي نفس البنت اللي دخلت على شيبانيه، ويلي شديت فراسي ديك اللحظه. جلست في الكرسي وبقيت حاطي يدي على السوري وكنترعد، واش ناكسبت الانفيتاسيون ولا لا، واش ناكسبتها ولا لا. في الاخر غمت عيني ورفضت الانفيتاسيون، نض ديك لادم بلاصي شطبت المحل وسديتو. في الصباح كان عندي روبو، في الغالب الروبو كنبقى جابد عليه، ولكن داك الصباح حليت عيني على صوت التليفون. يوم ديك لادم لقيتو الدري عشيري. فين عبد الكريم؟ صافا. فين عشيري؟ صافا بخير كلشي مزيان الله يحفظك. اسمع اسمع، كاينه واحد الرحله. الا كانت الازرو افران اموزار ما غاديش. كيفاش عرفتي؟ ما عرفتش، تهلا تهلا قطعت عليه ورجعت غمغم تحت المهطة.
كانت هذه القصة ديال اليوم الخوت. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها. طبيعة الحال قصة مختلفة وتاني هاي مختلفة شوية، يعني الحرية ديال المؤلف هو أنه يألف أي حاجة طاحت ليها البال كيف ما كانت، دبانة كدوي، سرق الزيت كيف طاح أي حاجة. المؤلف المتعة ديالو هو أنه يألف أي حاجة، خيال، إجرام، دراما، وكيبقى بطبيعة الحال كل واحد والذوق ديالو. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهذه القصة هذه، وسمحوا لي مؤخرا وليت كنتعطل عليكم بصراحة، مرون شي حوايج مرونيني، وإن شاء الله قريبا أمور تقاد وغادي نرجع معكم كيف ما كنت، كل 4 أيام كل 3 أيام مواسم، باش ما نبقاش نغيب عليكم بزاف. بيس ليكم الخوت وتحية الأوفياء. اليوم غيم بارد وفيه اتراء للقاموس، عطني حط على سمعة النقشة تاع شكل.